سلام البنات البوغوصات الغزالات، كي درتم مزيان؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم في هذا الفيديو كما تشوفوا المقادير واحد الكيك اللي غادي تجربوه وما غاديش تندموا عليه ابدا، وما غاديش يبقى يخطاكم ويخطا وليداتكم، لان وليداتكم ما يحمقوا عليه وكذلك انتم تحمقوا عليه. واحد الكيك اللي سهل وتيجي رطب، هشيش لذيذ وبالمكونات اللي متوفره عندنا في الدار. المهم انا نهضر لكم عليه، خليكم مع المقادير. بالنسبه لهذا الكيك تنحتاجو كاس ديال الزيت، العنبه، كاس ديال الحليب، والسكر ما تنكتروش حيت عندنا مكسرات هنايا فيهم الزبيب، التمر، اللوز، القرقع. بالنسبه لما كانش التمر متوفر فما ديروش، انا غير كانوا عندي واحد التمرات قلت نزيدهم فلا كانوا من الاحسن. وهنايا راه تشري واحد 5 دراهم ديال هادو مخلطين او 10 دراهم راه كافيه. بالنسبه الفاني تيكون عندنا، خماتة تكون عندنا، الزيت تيكون عندنا، السكر عندنا، الحليب، وجوج بيضات انا راه ديجا درتهم في المولينيكس ها هما، والدقيق تيبقى على حسب الدقيق. وبالنسبه هاد الدانيت والشوكولا فهو اللي غنزينو به الكيك ديالنا، غنخلي لكم حتى الاخر ندوزو نخلطو الكيك ديالنا ونرجع لكم وخليكم مع المراحل. والبنات هاد الكيكه راه بارطاجيوها مع حبايبكم، مع اصدقائكم، مع عائلاتكم، راه عاد تعجبهم، وبالاخص ملي دابا راه جاي العواشر العيد المولد، قلت لكم جايه ذكرى المولد النبوي فنديروها ونجلسوا عليها ونديروا عليها قهوه واتاي ونضحكوا وندوزوا وقيته مع عائلتنا وليدات زوين. المهم يلا معايا ندوزوا للطريقه بحول الله. فكما تتشوفوا البنات هنايا انني درت جوج ديال البيضات يكونوا هكا كبار او توستين، المهم بيضه في المولينكس. بالنسبه للسكر انا درت نصف كاس ديال السكر كما تشوفوا مع البيض، وغادي نزيد جوج فاني باش تحيد ديك الزفوريه ديال السكر، سمحوا لي الزفوريه ديال البيض وقبل ما من بعد ما طحنا البيض وسنيدا والفاني فتنزيدو كاس ديال الزيت على هذا الشكل. بالنسبه للناس ما تكثروش السكر الا بغيتو ما تجيكمش حلوه، حيت ديجا فيها التمر والزبيب وغنديروا لها الصوص بالشوكولا ودانون، فاذا راه تجي حلوه. وتنزيدو كاس ديال الحليب بارد، هذا الكاس ديال العنبه، فهذا انا عندي كاس فيه العبار ديال العنبه، وتنطحنوا الخليط مزيان حتى تيتجانس لنا العناصر كما قلت لكم البنات، وتنستمروا هكا في الطحن. فهي تجي في المولينكس تنطحنوا كل شيء في خطره واحده وتجي سهله. فبالنسبه هنا نزيدوا المكسرات على هذا الشكل، فقلت لكم اللي متوفر عندكم في الدار. هنايا انا شريت غير واحد 10 دراهم ديال الزبيب وديال القرقع وديال اللوز مخلطين ودرت منهم وبقى، والتمر كان عندي. ما عندكمش متوفر التمر فبلا ما ديروه، كان متوفر فديروه ماشي مشكل، قلت لكم اللي متوفر عندكم في الدار. وتنطحنوا مزيان، راه نتوما في الاخر ملي غنوريكم الشكل ديال الخليط فغادي يجي على شكل اللي هو كريمي، تيجي بحال الكريم، تيجي عرفتي زوين تقول نخلي غير هكاك. تنطحنوا مزيان باش ما تيبقاش الطريفات ديال اللوز والتمر والقرقع، فتيولي لنا كلشي مطحون. كما شفتوا هنايا راني زدت الطحين، نسيت ما وريتكمش الخليط، انا نوريه لكم دابا. شفتوا الخليط كي تيجي على هذا الشكل. وبالنسبه للطحين راه ما تنزيدوش بزاف، راه تنزيد تقريبا على حسب الخليط، ما تجيناش قاصحه. انا نوريكم في الاخر الشكل ديالها كي تيجي. وتنزيدوا جوج خمارات تقريبا، انا نزلت ليا هنا شي 6 المعالق كبار ديال الطحين، فما تجيش قاصحه بزاف وما تجيش جاريه بزاف. المهم الخليط ديال الكيك راه كلنا عارفين الخليط ديال الكيك كيف تيجي، فتيجي زعما بينو بينو. وهاد الكيكه البنات تجي لذيذة، جربوها وردوا عليا الخبار، وزعما بارطاجيوها مع اصدقائكم ومع خواتاتكم مع عائلتكم، راه غيجربوها وغادي تعجبهم، ما بقاش يستغناو عليها. كيف ما شفتوا هذا هو القوام ديال الخليط، تيجي على هذا الشكل شفتيو كي تيجي. وهنا خديت المول دائري ودهنته بالزبده ورشيتو بالطحين، فهنا تيبقى المول اختياري، المول اللي متوفر عندكم او المول اللي بغيتو ديروه فاستعملوه. انا درت هذا دائري حتى هو تيجي زوين الشكل ديالو.
صافي تندير الخليط ديالي في المول على هذا الشكل، تنخويه كامل ما تنخلي حتى شي حاجه في الطحانه ديالي، وصافي. فهذا هو الكيك ديالنا البنات، ما عرفتش الطريقه وكيفاش دايره، اللي هي سهله. دابا درت الكيك ديالي في المول، وكما تنقول لكم دائما انني نضرب المول هكا فوق الفوطاجي باش يخرج لنا داك الفقعه ديال الهواء اللي تيكون داخل، باش الكيك ديالنا تجي طالعه وتكون في داك الهواء الداخل. دابا غندخلها للفران اللي ماشي سخون، شويه دافي، تنخليه يسخن الفران تسخن والكيكه فيه، وتنشعل تحت تيكون ناقص حتى تطلع لينا، عاد تنشعل من الفوق تحمر وصافي. بالنسبه للناس اللي عندهم فران ديال الضو فراه عادي تشعلوا لتحت وتطيب على درجه الحراره 90 100، هادشي انا اللي تندير. ولكن الناس عندهم الفران ديال الغاز فيشعلوا لتحت ثاني حتى تطلع على خاطرها ما يحلوش عليها، وعاد يشعلوا الفوق. ودابا غادي نقاد الكيك ديالي هكا باش يمشي ليا في المول كامل، ندخلها الفرن. جربوها يا البنات، راه تجي خطيره لذيذه، نتوما تجربوها ذوقوها وتردوا عليا الخبر، ما تبقاش تخطاكم. يلا خليكم معايا حتى طيب ليا الكيك باش ندوزوا للمرحله الثانيه، هي اللي غنصاوبوا داك الصوص ديال الكراميل والشوكولا البيضاء اللي تجي من الفوق وتجي فيها تعطيه واحد المذاق اللي هو روعه، خطير غزال. يلا خليكم معايا وما تمشيوش حتى تكملوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. كما تتشوفوا البنات، هذه الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران تجي على هذا الشكل. ما ديوش على هاد الفتحه هذه، راه دايرت غير الموس شتا واش طابت، ما تاخذناش بزاف الوقت في الطياب. وكما تتشوفوا راه تجي رطبه بزاف 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 وفيجه. غنخليها تبرد شويه باش نحيدها من المول ونحطها في الطبسيل. ودابا غادي ندوزوا للطريقه ديال الصوص باش نزينوها. بالنسبه للصوص باش نزينوها، تناخذوا الكاسرونه تنديروا فيها تقريبا واحد 5 درهم ديال الشوكولا ابيض، سواء هذا انا تنشري هذا الباكيه 13 درهم، انا نوريها لكم. فهذه هي انايا الباكيه اللي تنشري 13 درهم، راه تيكون فيها النوار والبلون. في مرجان تتباع، تجي في الداخل على هذا الشكل. هانتوما هذا كيزنا شويه، اولا ما توفرش عندكم خذوا غير 5 درهم ديال الشوكولا هكا، تنديروها تذوب. ومن بعد تناخذوا دانات ديال الكراميل غير ديال درهم، انا جبت ديال 2 دراهم. وملي تيذوب لنا الشوكولا تنزيدوا عليه هاد الدانون ديال الكراميل وتنخلطوا الخليط مزيان، تنحركوا حتى تتجانس لنا العناصر، وصافي تيكون الكيك درناه في الطبسيل ديالنا وتنديروه من الفوق. وبالنسبه تنزينوه بالسوا بالكوك او لوز مهرمش او كركاع مهرمش او كاوكاو مهرمش او خطوط ديال الشوكولا كحله اللي عندنا. ما عندناش متوفر حتى شي حاجه، تنخليوها غير هكاك بالصوص اللي هي عاديه. يلا خليكم مع الطريقه وخليكم حتى الاخير الفيديو. درت دابا الشوكولا ديالي فوق العافيه باش تذوب لينا، راه هي تذوب ما تاخذناش الوقت بزاف، وتجي واحد الصوص اللي تيجي زوين بزاف لذيذ مع الكراميل والشوكولا، يا سلام. وتنديروها في الكوتي ماشي كاس القهوه، اتاي كل واحد شنو تيبغي، ولا شوكولا مع الحليب. جربوها البنات ما غاديش تندموا، جربوها وردوا عليا الخبر في التعاليق. هو الشوكولا ديالنا البنات دار، بغيتو ديروا جوج دانون ديال الدرهم، راه تتباع داك ديال الكراميل ديال الدرهم، ديروا جوج الا بغيتو الصوص تجي كثيره. انا نشوف على حساب شحال تجيني. سمعتوا تنحرك محد الشوكولاته ديال عندنا مازال سخون، تجانس لنا العناصر مزيان هكا. تعال على شويه حيت لصق ليا داك الشوكولاط في الجن، غير يذوب. نحرك مزيان الجنس ديال العناصر كيما تكون الشوكولاط مع الكراميل، غتجي واحد الصوص اللي هو يا سلام. هانتوما وراه عندي لكم واحد الفيديو خاص باش نحضروا الصلصه ديال الكراميل اللي تبقى مده طويله تنحتفظوا بها، تستعملوها الكيك اللي تلصقوا بها الصابلي الحلويات الديسير،
الكلاص احسن ما نبقاو نشريوها تتقام علينا. ديك الناس اللي كراميل تنسى تتقام علينا غاليه. يلا ها هو الكراميل ديالنا وجد. دابا ندير الكيكه ديالي في الطبسيل ونعاود نرجع لكم. فهي الصوص ديالنا كما تشوفوا. بالنسبه للناس اللي تيبغوا الحلاوه فما تكثروش السكر لانه راه فيها التمر والزبيب والصوص تجي حلوه. راكم عارفين دانون حلو والشوكولا حلو فما تكثروش. فهذه الكيك كي تجي راه ما تجيش طالعه بزاف. بالنسبه للمول ديروا المول اللي بغيتوا سواء طويل او الدائري او اللي بغيتوا. فانا اختاريت ندير هذا باش تشوفوا شحال رطبه. ها نتوما رطبه بزاف. دابا نخوي على الصوص من الفوق وتنخليوها تبرد. حتى نقدموها ها نتوما تنوزعوا عليها هذا الصوص. راه تجي شاربه من الداخل. وهداك الصوص مع الشوكولا راه تيجمد. اسمحوا لي انا التقرقيب. نوزعوا هاد الصوص ونخليها تبرد شويه. عاد نزينها بخطوط الشوكولا من الفوق. انا تنستعمل هذا اللي تنزين به. راه تيكون عندك مالي الحانوت عادي. عندي هذا ديال صلصه شوكولا وعندي ديال كراميل. فهادي شحال وعندي راه تدي لكم مده اللي هي طويله وتحتفظوا به غير برا بلا الثلاجه. هانتوما في هاك هانتوما صوروا ديروا لي كابتور ديكم. تيدير 15 درهم او اقل. هانتوما صافي. هانتوما وزعت الصلصه على الكيك ديالي وغادي نخليها تبرد. عاد نزيدها بخطوط الشوكولا من الفوق. وكما تشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها. شتي كيف تجي؟ نقسم لكم واحد الطريف واخا مازال سخونه نوريها لكم من الداخل كيف تجي. كما تشوفوا هانتوما الشكل ديالها كي داير. تجيب بهاديك المكسرات وبهداك الشيء اللي تنديرو فيها وتيجي اللون ديالها تقريبا ماغوم لداخل. ما تيجيش بيض او صفر. شتي ملي تقطعوها وتحطها في طبق ديال التقديم فتيهبط هاديك الصوص من الجناب فتجي زوينه. هانتوما كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الاخبار. وراه ما تبغاش تخطاكم لانها راه فعلا تستحق تجربه وتجي لذيذه بزاف البنات. نبقى لكم هذه اللذيذه باش ندير لكم كوراج وتنوضوا تصاوبوا وتحيدوا العجز. كما شفتوا ما تطلبش شي مقادير ليا كثيره. تقريبا كل شيء عندنا في الدار غير المكسرات والشوكولا اللي تنشريوهم. كما قلت لكم كان التمر متوفر فديرو ما كانش ماشي مشكل. بالنسبه للمكسرات شري واحد 10 دراهم خلطه فيها كركاع ولوز وزبيب. ورا الشوكولا شري غير 5 دراهم. وانتم درتوا كيكه اللي هي زوينه منظر زوين مذاق زوين وتتحمر لكم الوجهه مع الضيوف ديالكم. فما تنساوش البنات الى عجبكم الفيديو انكم تبارطاجيوه وتشاركوا مع احبابكم واصدقائكم وانكم تبارطاجيو هاد الكيكه باش الناس حتى هما يديروها ويستافدوا منها ويجربوها ويديروا شي كيكه اللي هي جديده واقتصاديه. وكما شفتوا غير جوج بيضات وجوج خمارات وما فيهاش مقادير بزاف. وما تنساونيش من اللايك وتوصلوا الفيديو لاعلى عدد من اللايكات توصلوه لألف لايك وباش يوصل للناس. وما تنساوش توصلوا لي اعلى عدد من المشاهدات وتخليوا لي التعليق ديالكم الزوينه اللي تتفرحني وكذلك التعاليق الخايبه حتى هي على الراس والعين حتى هي تعجبني تنستافد منها. ومرحبا بكم في قناه ديالي عالم اكرام. ومرحبا بالناس الجداد اللي انضموا للقناه ديالنا ومرحبا بالناس القدام. وان شاء الله نبقى نقدم لكم دي فيديو اللي زوينين ومحتوى ديالهم زوين ووصفات اللي هي سهله وزوينه ومجربه وتتحمر الوجه. لهلا يخطيكم عليا وخليكم دائما معايا واقفين في جنبي وما تخلوش عليا لانني بكم مستمره وبكم ان شاء الله القناه غادي تكبر. ويلا نخليكم على خير فيديو جاي ان شاء الله. وخليوا لي تعليق للفيديو اللي بغيتوا تشوفوا
وانا مستعده اني نصورهم. يلا خليت لكم الراحه، بسلام عليكم.